أهلا بكم. يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. والسؤال: ما معنى هذه الكلمات يثخن في الأرض عرض الدنيا؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وما المراد إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم؟ وما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمة المباركة؟ أهلا بكم من جديد. في هذه الآيات الكريمة المباركة يتحدث الله سبحانه وتعالى عن معركة بدر أيضا، فهو يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، أي أن يبقي عليهم حتى يثخن في الأرض، أي يكثر من قتل المشركين في الحرب. ولهذه الآيات الكريمة قصة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تم أسر 70 مشركا في هذه المعركة، استشار أصحابه ماذا يفعل فيهم، ماذا يفعل في أسارى بدر. فأشار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق، وقال: يا رسول الله، إنما هم أبناء العم والعشيرة، فأرى أن تأخذ منهم الفدية، أن تكون عونا لنا بعد ذلك عليهم، وأن تطلق سراحهم. ولما أشار أو استشار عمر، قال عمر بخلاف ذلك، وأمر وطلب عمر رضي الله تعالى عنه بأن يقتلوا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فنزل القرآن معاتبا له صلى الله عليه وسلم، وقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يقتل المشركين المحاربين، لأن هذه كانت أول معركة له صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إرهابهم وتخويفهم. ولذلك في اليوم التالي لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أبا بكر الصديق يبكيان، فقال لهما: ما لكما تبكيان؟ أخبراني، فإن كان هناك شيء يستحق البكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: لقد عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون الأموال الذي تأخذونها من الفدية والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم يقول الحق سبحانه: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ عنده أنكم ستفعلون هذا، ولولا أن الله تعالى أحل لكم الغنائم، ولولا أنكم فعلتم ذلك وندمتم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال الله تعالى لهم: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل لهم الغنيمة، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: يا أيها النبي،
قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الله تعالى يعلم كل شيء، ولكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام، فهذا كلام يقال على لسان النبي. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، لأنكم ستدفعون فلوس أموالا للفداء، كل واحد يدفع فيهم 400 درهم، فلو علم الله فيكم خيرا وهداكم للإيمان سيعوضكم عن هذا المال الذي دفعتموه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، وهذا هو المهم، والله غفور رحيم. ولذلك لما أسلم العباس ابن عبد المطلب بعد ذلك وكان مشركا وكان في هذه المعركة، قال لقد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأعطاني كساء مليء بالذهب، فما قدرش يحمله، وطلب من النبي أن يساعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض، فشال من الذهب دوت وقال والله لقد أعطاني الله خيرا مما دفعته، أي وأنا أسير في معركة بدر، وبقي لي الثانية وهي قوله تعالى ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وهذه الآية تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاداهم، إذا قبل منهم الفدية، فخانوه بأن عادوا وقاتلوه مرة ثانية، فلا يقلق، فقد خانوا الله من قبل، وذلك بسبب كفرهم وشركهم ومشاركتهم في هذه المعركة التي أرادوا بها القضاء على المسلمين، فأمكن منهم أي قدر عليهم وهزمهم، فلا بأس إن قبل منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفدية وعادوا مرة ثانية لحربه، فالله تعالى سيمكن منهم وسينصر المسلمين عليهم. وهذا هو معنى قوله سبحانه وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.